نروح لكم للحاجة الثالثة والضرورية اللي هي تاج جمال المرأة اللي هي واش شعرها. الشعر نعطيكم واحد ريزاستوس بزاف، نعطيكم هذو اللي عندهم المنتجات، وثاني نعطيكم طريقة ثانية اللي ما عندهاش المنتجات يعني تحب دير به واش متواجد في المنزل. فعلى بالكم باللي زيت الخروع مع زيت الأريان مع جل الصبار مفيدين بزاف، مي فريمون بزاف للشعر صدقوني، يعني يعطوا واحد النتيجه مذهله. واش ديري البنات؟ تحكموا مغرف مغرف من كلش، مغرف مغرف من هذا، هكذا تحطوهم فيه هكا كيما هذا، تخلطوهم جيدا وتروحوا نهار كيما ولات تغسلي شعرك هكذا، تحكميه تمشطي شعرك جيدا، ومن بعد تحكميه ملي يفوخش وتبداي تطلعي، ملي يفوخش راني نقول ملي يفوخش وتبداي تطلعي حتى تكملي كاع داك الزيت ديالك بلا ما تلحقي بيان سور لفروه الراس. اكيد دير ملي يفوخش ونبدا نطلع 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 نشط شعري، نحكم بابي فيلم، ندور كاع داك الشعر ديالي بالبابي فيلم ونخليه يعرق، نخلي هذاك الزيت يتغذى، الشعر تاعنا يولي مغذي 100% بهذاك ساعه ساعتين ثلاثه اربعه قيس ما قدرتي، ومن بعد تدخلي دوشي شعرك عادي ورجعي لي خبر بعد ما تستشوري تشوفي هذاك اللمعان وهذيك لابريونس. واحد ما عندي ما نقول حتى تجربيها باش تقولي لي. الحاجه الثانيه اللي نفيد بها الاخوات اللي ما عندهمش هذو ما لي برودوي حبت تسيي اليوم، نقول لك نصف كاس من الحليب، نعم حليب عادي تاع شكاره، مع نصف كاس من زيت الزيتون. دفي هذاك الحليب، دفيه بيان بيان بيان، فرغي فوق الزيت وحركي وديري نفس واش قلت لك من لي فوخش وطلعي طلعي حتى الشعر ديالك، اكيد ديريه في البابي فيلم وقعدي به ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، وما تغسلي شعرك، غسلي بيان سوغ دو فوا حتى تخوا فوا لأنو زيت الزيتون راهو يقعد. وصدقيني مزيج تاع الحليب مع زيت الزيتون يعطي واحد اللمعان واحد الخفة للشعر يولي بغية، جربتها عدة مرات وكانت تفيدني مليون في المئة. قبل ما وليت نشري هذه المواد يعني نحب نبدل من كوخطره واش ندير للشعر ديالي هكا باش يكون مغذى، يعني يكون دائما سوكتو مع لي ماش مع السبايغ مع سوكتو لي ديال الكيراتين ديال البوتوكس، دائما من ذاك من ذاك وغذوا الشعر ديالكم باش يكون مغذى طبيعيا ماشي غير ارتيفيسيال هكا كشباب. سي بون.